طيب تعالى ايه لسه مع بريب 3، وتعالى نشوف النوتس اللي هي على ليسن 1 اند 2. خليك معايا. اول حاجه يا مستر، اول معلومه كلمه اراوند، ايه الفرق ما بين كلمه اراوند وما بين كلمه راوند؟ طيب كلمه اراوند ده هي معناها حول، اوكي، او بتيجي بمعنى حوالي، يبقى لا اما حول لا اما حوالي، وبتستخدم عاده للتقريب. طيب اراوند ده هنا لو شفتها بيجي يقول لي لا اما تكون ادفيرب يا اما تكون بريبوزيشن حرف جر. طيب اما كلمه راوند بقى، راوند دي معناها مستدير، ودي تعتبر ادجكتيف صفه. طب هي هتفرق معاك المسميات اللي انت عمال تقولها دي يا عبد الرحمن؟ هتفرق. لو انا قلت ادجكتيف يا ايمان معناها ان ده هو صفه، يبقى لازما بعدها نون. يعني ايه؟ يعني مثلا اجي اقول لك اتس، بص هنا، يبقى هنا هو اتس راوند اور اراوند مون. يا مستر المون ده يعتبر ايه؟ يعتبر نون. طب المعنى بيقول لي ايه؟ هو قمر مستدير ولا قمر حوالي؟ لا هقوله اتس ايه؟ راوند مون. اوكي كده يا شباب، ده كده بالنسبه لاول نوت. طيب ايه كمان النوت الثانيه اللي عندي؟ ايه الفرق ما بين كلمه انترست وانترستنج وكمان معاك انترستد؟ طيب ركز معايا. اول حاجه كلمه انترست دي معناها اهتمام، انترستنج دي معناها مثير او شيق، وبيقول لي عاده بتيجي مع الثينجز مع الاشياء. اما انترستد ده هي بتيجي بمعنى مهتم، وعايز حد شاطر يكون مفوق معايا يقول لي انترستد ده هي كان بتاخد ايه بالظبط. يبقى هنا هو انترستد ان معناها مهتم بي، ودي بتيجي مع البيرسونز مع الاشخاص. معايا يا ايمان؟ طيب هاجي اقول لك اي ام ده يبقى انا بني ادم. اي ام ايه؟ انترستد اور interesting or interested in math. يبقى في الحاله ده هنا بتكلم عن نفسي انا، هتبقى هنا ايه يا كريم؟ بالظبط هتبقى interested، وخصوصا ان في علامه ثانيه اللي هي اسمها ايه؟ ان. طب تعالى ناخد ايه اكزامبل ثاني، ركز اكتر. انا هنا كلمه interesting دي انا بوصف بها شيء بعديها، يعني بص كده it's interested or interesting interest listen. الحصة ده هي حصة شيقة، انا هنا بوصف مين؟ بوصف الليسن، يبقى interesting. اوكي كده يبقى الناس عرفت الفرق ما بين الاثنين دول. طب نوت 3 بقى او نوت 4، احنا قلنا كلمه جو فولود باي فيرب بلس اي ان جي، يعني مثلا كده هاجي اقول لك اي جو شوب شوبس شوبينج، يبقى انت هنا هتقول لي اي جو شوبينج هتبقى فولود باي فيرب بلس اي ان جي. اوكي طيب هنا خدنا interesting وinterest. فين interest؟ interest هنا كمعنى معنى يهتم او يثير اهتمام. بص كده هاجي اقول لك كده هو my interest ولا interested ولا interesting is music، يبقى اهتمامي بيكون ايه؟ الموسيقى. يبقى هنا هو معايا، يبقى المعنى بيقول لي my interested يعني my مهتم ولا my شيق ولا my اهتمامي اللي هو اهتمامي ده بيكون ايه؟ الميوزك. ايزي كده؟ طيب ايه كمان؟ ركز في دي بقى، هو ايه الفرق ما بين كلمة reach وما بين كلمة arrive وما بين كلمة جيت؟ جيت مش موجودة عندك، ماشي، بس خليك معايا هنا فيها. طيب اول حاجة التلاتة دول بتيجي بمعنى او بيجوا بمعنى يصل، اوكي، يبقى التلاتة بيجوا بمعنى ايه؟ يصل. طيب ريتشي ده هي مش محتاجة بريبوزيشن بعديها، يعني ايه؟ بيجيب بعديها على طول البليس. ليه؟ لان هي جواها معنى يصل الى،
يعني بص كده هاجي اقول لك I reached، هنا معناها انا وصلت الى، من غير اي حاجه تمام. يبقى مفيش تو مفيش ان مفيش ات. ده فيها ميزه كمان. ايه هي الميزه كمان بقى؟ الميزه كمان يا عبد الرحمن معايا كريم، الميزه كمان يا عبد الرحمن اللي هي كمان بتيجي مع مكان كبير او مكان صغير. يعني ممكن اقول لك I reached London كمكان كبير، او I reached مثلا I reached فيصل، يبقى هنا هو تيجي مع مكان صغير ومكان كبير، مش هجيب معاها بريبوزيشن. اوكي كده ايزي. طيب لو انا جيت قلت بقى arrive، لا arrive لوحدها معناها يصل، انا محتاج ان انا اقول كلمه الى. هنا بقى يجي معاها تو بريبوزيشنز، اللي هي تو بريبوزيشنز دول اللي هم لا اما ات لا اما ان. طب الفرق ما بين ات وان؟ احنا قلناها قبل كده ان دي تيجي مع اماكن ايه كبيرة. طب وات مع اماكن ايه؟ يبقى هنا اهو لندن هتروح لان، وفيصل هتروح لات. بس هنا من غير بريبوزيشن وتحت بريبوزيشن. بس هنا بريبوزيشن على حسب الكوبري، ممكن تكون مدينه القاهره تعتبر مدينه وفيصل تعتبر مدينه. طب هل الاثنين قد بعض؟ ايه ما اعرفش لندن كبيره لا كبيره، ده لندن عاصمه انجلترا كبير. كبير. اوكي تعال نكمل كده. بص كده I reached، ركز يا كريم، ولا arrived لندن، تفتكر هتبقى ايه؟ عشان هنا ما عنديش بريبوزيشن يبقى reached. طب هنا هو بص كده I arrived in on at كايرو. كايرو دي كبيرة ولا صغيرة؟ طيب اي عاصمة بلد من غير ما تفكر على طول دي مدينه كبيره اللي هي العاصمه. يبقى اي عاصمه بلد تبقى ايه؟ ان. اوكي خلي بالك arrive لا اما ان لا اما ات، مش هيجيب معاها اون. مركز يا كريم. طب هات واحده كمان كلمه بقى جت دي لا بيجي معاها ان ولا بيجي معاها ات، لكن يجي معاها تو. يبقى جت يجي معاها ايه؟ يبقى انت عندك 3 بوزيشنز، 3 حروف جر. ان دي يعني يقصد ان، اصبر، ان وات الاثنين دول بيجوا مع arrive وتو مع جيت. تمام كده. طيب جيت لها معانا اكيد كتيره، زي يحصل على، زي يصل، حاجات كتيره. اوكي حاجه اقول لك كده اي بالظبط اي جيت ان اون ات جيزه. جيزه تو مفيش تو مفيش. يبقى هنا هو لو جاء لي صحح كوريكت اوكي، يبقى انا هقول له ده لا وده لا وده لا، امال هقول له ايه؟ تو. طيب وبرضه مع اي مكان، انتوا مع اي مكان؟ ما انا لسه هقول اهو، برافو عليك. لاحظ حاجه، جيت بيجي معاها بريبوزيشن واحد بس صح. يبقى هنا اهو جيت تو تيجي لمكان كبير ومكان صغير. لكن arrive بما ان معايا تو بريبوزيشنز يبقى يقسم ان الكبير وقت للايه؟ للصغير. حد قاعد مش فاهم؟ لا. ها يلا بينا تعالى نكمل. من ضمن النوتس اللي عندي كمان يا شباب الفرق ما بين كلمه بيس وما بين كلمه بيسفول. طيب هقولك على سر كده، اي حاجه هتلاقي فيها suffixes او prefixes او prefixes دي اللي هي الكلمات الصغيره ان انا بحطها قبل الكلمه او بعد الكلمه، يعني زي كلمه happy unhappy تمام، زي كلمه like dislike، الحاجات الصغيره دي تعرف ان هي اصلا بتيجي عشان تحول معظم الحاجات دي ل adjectives اوكي او لنونز بالظبط. عاده بتبقى العكسها اوكي، او عاده ممكن تكون بتحول النون لأدجكتيف، زي الأخ اللي معانا ده. كلمة بيس ده معناها سلام، ده نون. طب أنا عايز أقول شخص سالم أو شخص آمن أو شخص مش مهدد، يبقى في الحالة دي هقول له إيه؟ بيسفول، اللي هو معناها إيه؟ آمن أو مسالم. يعني دي بتيجي لأشخاص بيسفول؟ لا دي أدجكتيف صفة، يعني هتيجي ويجي بعديها اسم نون. نتفق ان الادجكتيف لازم يجي بعدها نون. يعني ممكن اقول بص كده اهو، هاجي اقول لك هي از بيس ولا بيسفول مان. ليه؟ لان هو شخص مسالم ما عندوش لا اسلحه ولا اي حاجه. طب بص كده ات از بيس اور بيسفول مثلا تاون. بيس لا بيس فول تاني، لان انا بوصف مين؟ مدينه مسالمه.
بلاد السلام على مدينة ايه؟ ممكن تبقى مدينة السلام. تمام؟ لا مش مدينة السلام، مدينة السلام ده حاجة تاني. اوكي؟ تمام؟ طيب مدينة السلام دي هيبقى هي مدينة مسالمة. اوكي طيب في حاجة تاني خليك معي. عندي هنا هو كلمة بيس تسبق دايما بحرف الجر ان، معناها في حالة سلم، والأوبزيت بتاعها ان وور في حالة حرب. واو. اوكي ماشي. يعني اجي اقول لك هنا اهو ايجيبت از ان بيس اور بيسفول، هتبقى ان بيس، يبقى مصر في ايه؟ في حاله سلام. اوكي كده يا شباب، ده كده بالنسبه لي بعض النوتس اللي كانت موجوده عندنا النهارده. تعالى ماشي جو اون فايند find some facts about عبد الرحمن take the second room in the lake حبيبه for about 20 meters Amen run through there are a lot of things to do with a lot of things to do with which is around it go on have look like it's a good listing more than usual find the places on the map come home boy اوكي يا شباب ده كده بالنسبه لي اول بارت او تاني بارت معانا هنا في listen 1 and 2 تعالى نشوف حاجه تاني